مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو كروم؟ ما هي ميزات كروم؟ ما هو كروم؟ هو بروتوكول تداول مشفر لا مركزي، يمكن المستخدمين من تداول الأصول المشفرة بدون رسوم مقايضة. ما هي ميزات كروم؟ يتم استخدام رمز كروم كرمز مميز على النظام الأساسي، يسمح للمستخدمين بتداول الأصول المشفرة. احصل على مكافآت لتأمين صفقات المستخدمين الآخرين. تتكون كروم من عقود ذكية مدققة لإنشاء الصفقات ومعالجتها، وكل ذلك مدعوم من يوني سواب. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.